قبل قليل انطلقت هنا في مدينة قونية عملية التصويت، وبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة كمال كليشدار أغلو. منذ ساعات الصباح الأولى نشاهد إقبال جيد على صناديق الاقتراع، خاصة من الفئات العمرية المتقدمة في السن. منذ بدء عملية فتح صناديق الاقتراع نشاهد بأن هناك إقبال من طرف المواطنين. عملية الاقتراع تتم بسلاسة، يتم التأكد من هوية الناخب ويدلي بصوته للاختيار ما بين مرشحين. عملية التصويت بدأت في الساعة 8 صباحا وتستمر إلى الساعة 5 مساء. سيتم بعد ذلك جمع كافة صناديق الاقتراع وإرسالها إلى مركز خاص ليتم فيه عملية الفرز، ومن بعد ذلك يتم إرسال هذه النتائج إلى الهيئة العليا التي تشرف على الانتخابات في مدينة قنية، وهي التي ستنسق مع الهيئة العليا في مركز أنقرة. عملية التصويت تتم بسلاسة، الأجواء العامة آمنة وهادئة. مدينة قونية هي معروفة بأنها ليست مدينة كبيرة، تعتبر سابع مدينة من حيث الحجم، وإن كانت من بين أكثر المدن اكتظاظا بالسكان بعدد سكان يفوق 2,000,000 نسمة. عدد الناخبين يفوق 1,630,437، عدد صناديق الاقتراع 4,998، الأجواء هنا هادئة، التنافسية بطبيعة الحال ليست حاضرة، شهدنا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية غياب شبه تام لأنصار مرشحي تحالف حزب الأمة، الفعالية الأكثر هي لحزب العدالة والتنمية ومرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان.